أهلا بيكم في قناة كوندانا فليكس، قصتنا حقيقية وبتتكلم عن أشخاص تم خطفهم من كائنات غريبة وبيقولوا إنهم فضائيين، وكل ده متوثق بفيديوهات حقيقية، وده اللي هنشوفه في فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا بمشاهد حقيقية متسربة من الوكالة الفضائية الأمريكية، واللي بتتكلم عن طفل وقع من سفينة الفضاء هو وكاميرته، وبيقولوا إن الحادثة كانت موثقة بكاميرات الولد ده، وبنشوف إنه من زمان في ظاهرة غريبة بتحصل للناس اللي عايشين جنب الجبل البني واللي بيكون في شمال كارولينا، والناس اللي عايشين هناك كانوا بيقولوا إن في ناس بتختفي كل ما بتظهر الأضواء في الجبل، وبنشوف إن القوات الأمريكية رصدت أجسام غريبة على سطح الجبل وحاولوا يعملوا دراسات على الأجسام دي، وكمان قالوا إن في أكتوبر 2011 وعلى نفس الجبل حصلت أكبر حادثة اختفاء اختفى فيها 17 شخص على سطح الجبل، وقال شهود العيان إنهم شافوا الأضواء وقت اختفائهم، وبعد الحادثة لقوا جثة الطفل وجنبه كمرته بحقل من حقول المنطقة، وإن الأضواء دي وقت ما بتظهر بيختفي الناس بعدها، واللي بيثبت الكلام ده هو العلماء اللي بيدرسوا في الجزئيات الضوئية على سطح الجبل البني، وكل ده كان كلام حقيقي ومشاهد من المقابلة اللي حصلت وقت الحادثة. وبنرجع مع رايلي الطفل اللي عنده 11 سنة ومصاب بمرض التوحد، وكان كل اللي بيعمله إنه بيصور كل حاجة معاه دايما بكمرته اللي ما بتفرقش إيده، وفي يوم خرج رايلي وعيلته رحلة تخييم عشان يغيروا جو، وكانوا كلهم مبسوطين جدا، ولما وصلوا الغابة قرروا يوقفوا ويخيموا هناك وتاني يوم يبقوا يكملوا طريقهم. بعدها بيروح كوري مع بابا وبيتمشوا في المكان ويتأكدوا ان المكان آمن، وبالليل بتتجمع العيلة جنب النار ويتعشوا ويستمتعوا بوقتهم، وبعدها بيخشوا خيامهم عشان يناموا الا رايلي اللي ما بيجيلهوش نوم، وبيروح عشان يصحي اخته عشان تقعد معاه، وفجأة وهم نايمين بيدخل الخيمة بتاعتهم ضوء قوي جدا بيصحيهم ويروحوا هم التلاتة وراه، ويطلع فيه تلات اشكال منورة وبيفتكروها في الأول إنها نجوم، ولكن بيلاقوها بتتحرك بشكل غريب جدا، وساعتها بيعرفوا إنها مش نجوم. وتاني يوم بيقرروا إنهم يكملوا مشي، وبيستخدم باباهم الجي بي إس عشان يقدر يحدد المكان اللي ماشيين له، ولما بيوصلوا للمكان اللي عايزين يروحوا عليه بيديلهم الجي بي إس إشارة بإنهم يكملوا مشي، وفجأة بيلاقوا نفسهم في طريق كله ضباب ومتكسر، وبيكون متوتر جدا لأنه مش شايف حاجة غير غابة وشوية ضباب، وكل ما بيمشوا بيزيد وبيزيد أكتر لما بينزل المطر، وهنا بقى بيخاف الأولاد وبيطلبوا من باباهم إنه يرجع، ولكن باباهم بيقول لهم انه واثق في جهاز الجي بي اس وهم ماشيين صح، ووقتها بيبدا البنزين بتاع العربيه انه ينقص، ولما بتشوف مامتهم ده بتطلب من جوزها انه يوقف العربيه او يرجع، ولكن الاب بيفضل سايق العربيه والكل متوتر لدرجه انه بيتعصب على رايلي اللي كان بيصور كل حاجه، وفجاه بتتخبط العربيه في حاجه ويوقفوا العربيه، ويقعدوا ويحاولوا يهدوا نفسهم، وبيعتذر الاب لرايلي ويقرروا يكملوا طريقهم ويدوروا على محطه بنزين، وهم في الطريق بيلاحظوا صندوق بريد برقم 31، وبيستغربوا ازاي في ناس عايشين في المكان المقطوع ده، لا وكمان بيشوفوا قبر على بعد مسافة قليلة، وفجأة رجع الجي بي اس يشتغل ومشاهم على طريق تاني، وافتكروا انهم في الطريق الغلط، فبيقرروا انهم يطفوا الجهاز ويحاولوا يكملوا لوحدهم، وفجأة بيوصلوا النفق ويكون مليان عربيات مهجورة وسد طريق النفق، وكان شكل المكان مخيف جدا، وبينزل كوري ورايلي مع باباهم ويمشوا في النفق عشان يستكشفوا المكان ويشوفوا لو كان في حد موجود يقدر يساعدهم، وكل ده ورايلي بيصور بكاميرته، وبيشوفوا عربية بوليس لكن بيلاقوها فاضية وما فيهاش حد، لكن بيطمنوا لأنهم عارفين إنه أكيد هيجي البوليس عشان يدوروا على أصحابهم، وهم بيتمشوا في المكان بتبدأ العربيات تعمل صوت كلكسات كتير، وفجأة بيطلع حد من آخر النفق فبيشاور له الأب لأنه فاكر إنه هيساعدهم، ولكن فجأة بيوقف مشاورة ويرجع لورا ويطلب من الكل إنهم يستخبوا لأنه شاف مخلوق غريب، وبيجري الكل وبيحاولوا يستخبوا ورا العربيات، وفجأة بيمسك الكائن الغريب ده الأب وبيصرخ بصوت عالي وعيونه بتبيض، ولما يشوف كوري ده بياخد رايلي ويرجع جري على العربية ويحاول يمشي، ولكن بتكون كل العربيات اللي في النفق بتطلع صوت والكشافات بتاعتهم بتشتغل لوحدها، وبعد ما يبعدوا عن المكان بتسأل الأم عن جوزها، ولما يقول لها كوري اللي حصل بتنهار هي وولادها، وكانوا خايفين جدا ومش عارفين يعملوا أي حاجة ولا حتى يروحوا فين، وفجأة بتقع عليهم غربان ميتة من السماء فيقرروا انهم يسيبوا العربية ويكملوا مشي، وبعدها بيقرروا يدخلوا الغابة لانهم فاكرين ان الغابة هتساعدهم في انهم يستخبوا، وفجأة بيلاقوا كوخ في الغابة وعايش فيه راجل اسمه شون، واللي لما بيشوفهم بيحاول يضرب عليهم نار لكن بيهدوه ويحكوله قصتهم، وفجأة بيسمعوا صوت وبيفتكروا ان الكائنات اللي في النفق جت وراهم، فبيدخلهم الكوخ بسرعة ويسمح لهم يستخبوا عنده، ويفضل هو يضرب نار عشان يحميهم ويبعد الكائنات دي، وبتسأل الام كاتي شون
جون إذا كان عنده تليفون عشان يطلبوا المساعدة، فبيقول لها إنه عنده، ولكن للأسف مفيش شبكة في الغابة. ولما بيسألهم شون عن شكل الكائن اللي شافوه ده، فبيفرجوا رايلي على الفيديوهات اللي صورها، ويكون شون مش مصدق اللي شافه، ويفتكر لما كانت جدته بتحكي له القصص عن الناس اللي كان بتختفي في الجبل. وبعدها بيطلعوا يحطوا علب وأسلاك على البيت عشان يقدروا يسمعوا الكائنات لما تيجي ناحيتهم، وفجأة بالليل بيسمعوا صوت العلب ويسمعوا دقدقة على الباب، وفجأة بيلاقوا إنه كلب شون، وده اللي بيطمنهم. وفي الوقت ده بيكون رايلي بيشحن في الكاميرا بتاعته عشان يقدر يصور كل حاجة، وبعدين كلهم بيقعدوا ويقول لهم شون إنه هنا عشان أخوه، وفجأة بيتكلم أخو شون من الراديو ويقول له إنه بيشوف الأضواء، ولما بيحاول شون يكلمه ويعرف مكانه بيصرخ وتطلع أصوات غريبة ومخيفة جدا، وهنا بيقرر شون إنه يروح ينقذ أخوه، وقبل ما يمشي بيطلب من كوري يحمي عيلته، وبيكون الكل خايف ومتوتر ورايلي بيصور في كل حاجة، وفجأة بيدخل ضوء من الشباك ويسمعوا أصوات غريبة وكل حاجة بره بتتحرك وتعمل صوت، ولما بيحاولوا يهربوا بيشوفوا الكائنات دي مستنياهم عند الباب، ولكن هنا بيقرر كوري إنه يدافع عن عيلته ويخبيهم في مكان تحت الكوخ ويفضل يضرب نار على الكائنات دي من ورا الباب، وفجأة بيقف ضرب النار ويفضل كوري يصرخ بعد ما خطفته الكائنات. وكانت الأم وجوليان ورايلي بيعيطوا في صمت وخايفين جدا، وبيحاولوا يستخدموا ضوء التليفون عشان ينوروا مكانهم ويفضلوا هادين لحد ما تمشي الكائنات دي. وفي الوقت ده بيرجع شون عشان ينقذ العيلة بعد ما فشل إنه يلاقي أخوه، وبياخدهم من عربيته ويحاول يهرب من الغابة، وفجأة وشون بيسوق بيطلع الضوء مرة تانية في وشهم، فيقرر شون ينزلهم من العربية ويطلب منهم إنهم يمشوا على الطريق المشاة لحد ما يوصلوا للحظائر ويستخبوا هناك، وهو بيروح ويحاول يلهي الكائنات دي، وبتاخد كاتي ولادها وتفضل تمشي زي ما قال لها شون لحد ما يوصلوا للحظيره. وخلاص بعد ما حس انهم في امان بيرجع الضوء تاني ويبدا المكان يتهز، وبيكون الكل مرعوب وخايف، خاصه ان الاضواء بتقرب اكتر واكتر، وفجاه بتختفي الاضواء وترجع كل حاجه زي ما كانت. ولسه هنقول هي، بنلاقي الصوت والضوء رجعوا من جديد وهم يحاولوا يستخبوا في مكان تاني، ولكن بيطلع شون هو اللي رجع، وده بيطمنهم جدا، وبيقول لهم شون انه لازم يمشوا بسرعة قبل ما ترجع الكائنات. وأول ما بيطلع شون من الحظيرة بيلقطوا الضوء وتبدأ عظام شون تتكسر لوحدها وهو بيصرخ بأعلى صوت، وفجأة بيختفي وكل ده وكان رايلي بيصور. وهنا بتهرب جيليان ورايلي بعد ما مامتهم اختفت هي كمان، ويفضل رايلي يجري في الغابة وفجأة بيتكعبل ويقع، ورايلي يفضل يعيط ويكون خايف جدا خاصة بعد ما افترق عن أخته، فبيقرر إنه يدور عليها، وهو بيدور عليها بيلاقي كهف ويقرر انه يستخبى فيه، وفجأة بيسمع صوت ويفتكر انها اخته، ولما بيبص بيكتشف انه واحد من الكائنات وبيحاول انه يهرب، ولكن لحسن الحظ لقيته جيليان وطفت ضوء الكاميرا وهدته عشان ما تكتشفش الكائنات مكانهم. وبعد ما يطمنوا ان الكائنات مشيت خلاص بيمشوا زي ما قال لهم شون لحد ما تشرق الشمس، ويفضلوا ماشيين في الغابة لحد ما يوصلوا اخيرا للطريق، ولكن بيتصدموا لما يشوفوا النفق اللي اختفى فيه باباهم، فبيجروا عكس اتجاه النفق وهم مرعوبين، وفجأة بيلاقوا عربية بوليس وبينزل منها ظابط، ووقتها بيطمنوا، ولما يعرفوا انه جاي عشان صاحبه اللي اختفى بيحكوا له كل اللي حصل، ولما بيسمع الشرطي القصه بيبعت للنجده بسرعه عشان تيجي، وفجاه بتراقبهم وتمشي وراهم الكائنات وتاخدهم للمركبه الفضائيه. وكل ده ورايلي بيحس بكل حاجه وبيفضل مشغل الكاميرا وسامع صراخ الناس وصوت المنشار اللي بيقطع فيهم، ولكن لما شاف ده قرر رايلي انه يهرب، وفضل ماشي ورا الضوء وفاكر انه كده هيهرب، ولكن وقع من الغلاف الجوي ووقع هو وكامارتو ومات. ولما وصلت السلطات لقت جثة رايلي وكامارتو اللي فضلت شغالة، وكانت هي الإثبات الوحيد على كل الإشاعات والناس اللي اختفت فجأة. وبكده نكون خلصنا فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا هنستنى تعليقاتكم على الفيديو. أشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.